أهلا بكم مستمعي راديو مباشر وحلقة جديدة من حكاوي المال. النهاردة هنتكلم عن الوكالات التجارية. الوكالة هي نواة أو هي الأصل لفكرة المول التجاري أو الهايبر أو مركز التجارة العالمي. الوكالات التجارية في مصر هي وكالات قديمة وشهيرة، وكالات كان بتدار منها حركة التجارة والاستيراد والتصدير وأيضا بيع المنتجات بالجملة. الوكالة كانت بتضم عدد كبير من الأنشطة التجارية والنقدية داخل مكان واحد مقفول به عدد كبير من المحلات التجارية. المحلات دي كانت بتبيع إما صنف واحد أو أكتر من صنف. ويمكن كتير مننا يعرف وكالة البلح، وبعضنا لما بيروح الأزهر والحسين بيسمع عن وكالة الغوري، والبعض بيسمع عن وكالة بزرعة. الوكالات التجارية في هذا التوقيت كانت شبه متكاملة، وهي كانت أكثر تنظيما مما بنسميه الآن المول التجاري أو الملحق التجاري أو الهايبر. مصر في حركتها التجارية وحركتها النقدية كانت متطورة منذ وقت طويل. والوكالة أطلق عليها أسامي تانية زي لفظ القيصرية أو فندق أو خان. والوكالات كانت معروفة إما بالسلع زي وكالة البلح، أو بأسماء أصحابها زي وكالة الغوري أو وكالة بزرع. العالم الإسلامي عرف بناء الوكالات في العصور الوسطى وأقيمت منذ العصر الفاطمي. وبيذكر المؤرخ ابن ميسر أن الوزير الفاطمي المأمون البطائحي أمر سنة 1122 ميلادية ببناء وكالة في القاهرة للتجار الوافدين من العراق والشام. في العصر الأيوبي ونتيجة للحرب ما بين الصليبيين ومصر في عهد صلاح الدين، اتأيدت حركة التجار داخل وخارج مصر زي ما بنقول حظر تجوال أو حركة التجارة تأثرت بفعل هذه الحروب، وانعكس دوت بدوره على إنشاء الوكالات فتقلص عددها في هذا العصر. العصر المملوكي كان عصر ازدهار التجارة، وترتب على كده ظهور فئة من التجار اللي أنشأوا كتير من الوكالات في القاهرة الفاطمية وعلى أطرافها، وتوسعت في مدن أخرى، ومنها وكالة قصون 1341 ميلادية، وكالة برقوق اللي أقامها السلطان برقوق سنة 1390، وكالة قايتباي اللي هي كانت وما زالت موجودة خلف جامع الأزهر. في نهاية العصر المملوكي بنشوف قمة العمارة التجارية والنضج المعماري في وكالة الغوري بالأزهر. الوكالة دي بتتكون من 5 طوابق. في العصر العثماني زاد هذا العدد بصورة كبيرة، وده بيدل على رواج التجارة والنهضة التجارية، إن اتبنت 10 وكالات في هذا العصر. كان بناءها في بولاق، وطبعا بولاق البعض ما يعرفش إن هي كانت بها أشهر ميناء تجاري في القاهرة وأنشط ميناء تجاري في القاهرة، وعشان كده هنلاقي جنب الميناء كتير، هنلاقي فكرة الوكالة، هنلاقي وكالة البلح وعدد من الوكالات الأخرى اللي بيتم فيها تخزين الغلال، زي منطقة الساحل مثلا، لأن كانت الغلال اللي بتيجي بتتخزن في شوان موجودة على الكورنيش بعضها. طبعا دلوقتي اتبنت أبراج، لكن دي كانت أهم منطقة تجارية في القاهرة. كان عندنا وكالة الخروب، وكالة سليمان باشا، وكالة حسن باشا الوزير، وكالات كانت في وسط القاهرة العثمانية زي وكالة جمال الدين الذهبي، وكالة بزرعة، وكالة الزيت والسكر. الوكالة في وصفها المعماري كانت تحفة معمارية طبعا، لأنها كانت بتضم ليست فقط مجموعة من المحلات التجارية، ولكن أيضا كانت بيعلو هذه المحلات زي ما بنقول في
فنادق وخانات لراحة التجار والاستقبالهم والمبيتهم لفترة طويلة بعد عناء السفر. وتنظيم العمل داخل الوكالة كان متطور جدا، بيفكرنا بمنظومة العمل الحديثة دلوقتي. فكان عندنا في الوكالة مجموعة من الوظائف المهمة زي القنصل مثلا، وهو بينوب عن الدولة في عقد الصفقات التجارية، وهو بيقوم بتنمية التبادل التجاري بين البلد والتجار اللي موجودين الأغراب في الوكالة، وهو شبيه بوزير التجارة الخارجية دلوقتي. عندنا السماسرة والدلالين، والسماسرة كانوا هم الوسطى بين البائعين والمشترين لتسهيل الصفقات التجارية، والدلال هو من يجمع بين البيع والشراء. عندنا البواب، مهمته المراقبة في الداخل والخارج في الوكالة وحراستها، وهو اللي بيقوم بالمبيت بجوار باب الوكالة ويغلق الباب ويفتحه في وقت معلوم، وده للأمن والحراسة. كان عندنا الترجمان، وهو من أهل البلد وكان عنده أكتر مقدرة على تحدث أكتر من لغة ولهجة لترجمة المحادثات ما بين التجار الأصليين من المصريين وغيرهم من التجار الأجانب أو حتى العرب زي المغاربة والشوام اللي لهجتهم بتختلف كويس بعض الشيء عن اللهجة المصرية. عندنا وظيفة المثمن، وهو اللي بيقوم بتقدير ثمن الشيء المباع ويمكن مقايضته بسلع أخرى. عندنا الأباني، نسبة إلى الأبان، وهو أحد الموازين الشهيرة اللي هو الميزان الأباني، وهو بيوزن البضائع ديت وبيحدد سعرها. ويجب أن يكون من صفات هذا الأباني إنه يكون رجلا مشهورا بالأمانة والعدل وذو ثقة ما بين كل التجار. وبيرتبط بالنظام التجاري مع الوكالة كلمة الخان. الخان هو كلمة فارسية بتعني الدكان أو الحانوت، وفي اللغة التركية بتعني دار العمل والتجارة، وبتعني برضو الكلمة الأمير أو السيد، ولقب بها سلاطين تركستان والهند، وأطلقت على محطات القوافل التجارية، واستخدم اللفظ كتير قوي في عهد سلاطين المماليك مركب زي كتب خانة وبتعني المكتبة، والجبخانة وتعني الحصن العسكري، وغيرها زي العربخانة والسلخانة. الخان كان بيبنى خارج المدينة أو داخلها، وبيشترك مع الوكالة التجارية دي في أغلب العناصر المعمارية زي وجود الحواصل وأروقة السكن. ومعظم الخانات كانت بتبنى خارج المدن وعلى طرق بين المدن المختلفة، خاصة في بلاد الشام، سوريا ولبنان وفلسطين. وبيذكر بعض المؤرخين أن خان يونس في فلسطين هي كانت نواة لخان تجاري ثم أنشئت حوله هذه المدينة. في القاهرة بيوجد 5 خانات، أشهرها خان الخليلي وخان الزراكش أمام الجامع الأزهر. أما القيصرية فهي عبارة عن سوق صغير مخصص لبيع سلعة واحدة. وجدت القياصر في مصر في العهد الأموي، والقيصرية بتتكون من بناء مستطيل المساحة بيتوسطه صحن مكشوف، وبتدور حوله الحوانيت أو الدكاكين اللي كان بيتراوح عددها ما بين 30 و40 دكان داخل القيصرية الواحدة. وكل حانوت منهم أو دكان منهم بيشتمل على مصطبة خارج الدكان بارتفاع متر تقريبا لعرض البضائع، وكان فيها مكان مخصص للتخزين، وسميت القياصر ديت باسم التربيعة. وأشهرها عندنا قيصرية قريش اللي بناها القاضي المرتضى بن قريش في عهد صلاح الدين الأيوبي. من أشهر الوكالات التجارية زي ما ذكرنا في بداية الحلقة وكالة بزرعة. وكالة بزرعة بتعتبر الأشهر لبعض التفاصيل المهمة لهذه الوكالة واللي تفردت عن غيرها من الوكالات التجارية ببعض الأشياء. فوكالة بزرعة هي كانت أول وكالة لتجارة البن في مصر. وطبعا البن كان ليه صوالات وجولات في مصر لدرجة أنه كان البعض بيحرمه في المدينة المنورة، وانتقل تحريمه إلى القاهرة
ومع الصوفية وانتشاره مع الصوفية حدث خلاف شديد فقهي، ودخل فيه العلامة ابن تيمية وغيره من الفقهاء، ليس هذا محله. ولكن خلينا نتكلم على وكالة بازرعة باعتبارها أهم هذه الوكالات في عالم التجارة، وتحديدا في حي الجمالية. في أواخر القرن ال19 جه مصر محمد بازرعة اليمني القادم من حضرموت، اشترى وكالة التنبكشية واللي أنشئت في العصر الفاطمي في القرن ال11 الهجري السابع الميلادي. الوكالة دي كانت بتمثل قيمة أثرية، وكانت بتعرب باسم وكالة الكخية نسبة إلى حسن كتخدة الملقب بالكخية، وكانت أصلا معدة لبيع الأخشاب، وظلت معروفة باسم وكالة الكخية لحد ما اشتراها محمد بازرعة وأطلق عليها اسم وكالة بازرعة، وخصصها لبيع البن اليمني والصابون النابلسي واللوز البلدي والعنبر. لكن أشهر الخامات اللي كانت بتباع فيها هو البن اليمني. الوكالة ظلت بتؤدي دورها في تأصيل العلاقات ما بين مصر واليمن من خلال البضائع اليمنية، يمنية الأصل والمنبع، واللي نقلت معاها جزء من الثقافة والفنون اليمنية إلى مصر، وخدت من مصر بعض الثقافة والفنون المصرية، فأصبحت هي جسر للتبادل الثقافي والحضاري ما بين مصر واليمن لفترة قرنين من الزمن بمختلف وسائل النقل في البحر أو بالبر. استمرت الوكالة تحمل اسم بازرعة، لكنها الأهم من قيمتها الأثرية قيمتها التجارية والثقافية، لأنها زي ما قلنا كانت هذا الجسر الحضاري، وده اللي حصل في كتير من الوكالات التجارية اللي كانت مهمتها الأساسية نقل الحضارات والثقافات العربية والتبادل ما بينهم. يعني مثلا الوكالات اللي كان بيمتلكها الشوام في مصر كان جزء من مهمتها نقل الثقافة الشامية إلى مصر ونقل الثقافة المصرية إلى الشام، وكذلك المغاربة في مصر كان جزء كبير من فضل نقل الثقافة المغربية إلى مصر ونقل الثقافة المصرية إلى المغرب هو هذه الوكالات التجارية، لأن كل التجار لما بيجوا بيقعدوا فترة طويلة بينقلوا معاهم بعض العادات والتقاليد إلى بلادهم، وبيؤصلوا في مصر بعض العادات والتقاليد المنقولة من بلادهم إلى مصر. وفي شيء مهم تاني كان بتقدمه وكالة بازرعة بخلاف هذا الجسر التجاري أو الجسر الثقافي، وهو دورها في كسوة الكعبة، لأن كسوة الكعبة والمحمل كان بيخرج من وكالة بازرعة كل سنة، ومعها خيرات مصر التي كانت تخرج إلى بلاد الحجاز، وذاكرة الحجاز لا تنسى صورة المحمل وهو يخرج من القاهرة في موكب مهيب لتصل به كسوة الكعبة إلى بيت الله الحرام، محملة أيضا بخيرات مصر إلى هذا المكان الطاهر. زي ما قلنا إن الوكالات التجارية هي الصورة التقليدية القديمة إلى ما يسمى بالمول أو المراكز التجارية أو الهايبر. عشان نعرف إحنا في مصر كان لنا حضارة، كان لنا تراث تجاري عتيد، وتراث تجاري مهم إن إحنا نعرفه لأولادنا، نعرفهم إن بلدنا ليست هذا الشكل المتخلف اللي يحاول البعض تصديره، ولكن مصر حقيقة هي أم الدنيا وستظل أم الدنيا حتى يرث الله الأرض.